بس قبل ما تقولهم احب اقولك ان الموضوع منتهي. صاحبك قدم استقالته وانا قبلتها، وكويس قوي ان انا سكت على قلة ادبه وما طردتوش من المكتب. الموضوع منتهي، انت عارفني. لا انا مش عارفك، تخيلي. ودي دخلة جديدة؟ ولا دخلة ولا خارجة، دي الحقيقة. بجد ما بقتش عارفك. في حاجات ما بيننا ممكن تتقبل، يعني مثلا انت شايفاني وحش وانا شايفني كويس، ده عادي. بس لما اشوف اختي عديمة النظر لازم افوقها. اتكلم من غير غلط. والله ما بغلط يا نادية، انا بحكي اللي انا شايفه. انت مش شايف حاجة. انا عمري ما جيت لك وعاندتك في رأيك في حد، من ساعة ما قلت لأمي الله يرحمها ما تخليهوش يدخل وائل صاحبه البيت، ده صايع. من ساعتها بقت حياتي كلها في الشارع، لحد ما جيتي قلتيلي انت كل دوايرك شبهك، كلكوا صيع، ابعد عني. عارفه كل اللي حصل لي في حياتي من وانا صغير لحد دلوقتي بسببك انت يا نادي. وجاي النهارده تعلق شماعه فشلك عليا انا. حتى تجريحك ليا طول الوقت عمري ما شفته على انه غلط فيا، ولا عمري فكرت اردهولك. عارفه ليه؟ علشان طول عمري شايفك اختي الطيبه اللي الدنيا جت عليها، بس هي شاطره وجدعه وقلبها حلو. قلبها حلو ايه بقى بعد كل اللي قلته ده؟ رضوان اللي انت اخترتيه يكون النائب بتاعك ده حرامي، ومدورها مع كل المقاولين اللي بيشتغل معاهم، وحلنجي، ودخل عليكي بالنمرتين بتوعه وانت صدقتيني. تحب اقول لك رضوان بياخد كام على كل مستخلص من كل مقاول؟ ولا اخر مشروع بتاع الشركه لما اكل سنتي من الطريق، عارف السنتي ده طلع له كام؟ ولا اقول لك على اسامي المهندسين اللي بيشتغلوا مكانه في الشركه وهو قاعد 3/4 الشهر في البيت، للاسف كل ورقه سليم. الله، لما انت عارفه كل المعلومات اللي احنا نعرفها دي تعملي في حسن كده؟ كنت فاكراه ذكي وبيفهم، طلع غبي وقليل الادب. انا رقيت رضوان لاني ما اقدرش امشيه دلوقتي، عظمه ورميتها، بس صاحبك العبيط هو اللي مسك فيها. عارف ليه؟ عشان حاقد، كان نفسه يكون مكاني. حاقد؟ حسن؟ حسن مش كده خالص. انا نقلته عشان ينظف مكان رضوان، بس الموضوع انتهى خلاص. لا ما انتهاش. انت مش فاهم حاجه. كلميني كويس واحترميني زي ما بحترمك. اولا حسن ما ينفعش يمسك الاداره دي وينظمها كويس، لانه ما يقدرش ولا ينفع يبعد عن بيته واولاده. ما يغور ولا يبعد، ما هو في الاخر هياخد بدلات ومرتبه هيزيد. امال انت ليه زمان رفضتي تسافري وتاخدي بدلات؟ مش قلتي مفيش بدل ام ولا بدل تربيه؟ انا فلوس الدنيا ما تعوضنيش في بعدي عن ولادي، مش انت؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتقارن ايه بايه؟ ما هي هي. لا مش هي هي، انا ست ولوحدي، وبعدين هو احسن له انه يسيبهم لامهم هي اللي تربيهم. مش لو كانت موجوده؟ ايه يعني؟ ايه حسن عنده 4 اولاد، بيربيهم بقاله 10 سنين لوحده بعد ما امهم ماتت، فانا حياته كلها علشانهم، يعني ظروفه زيك بالظبط. انت عارفه الحاجه الوحيده اللي مخلياني ما قاطعكيش غير البنات، قلبك الطيب اللي انا دايما بشوفه مليان رحمه. مش لازم نجاحك يكون سبب في خراب بيت الراجل ده واولاده الاربعه. انا كنت اتمنى ان رحمتك تغلب نجاحك ده لو كانت لسه موجوده. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.